السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا باركنا في كل شيء. فيديو النهارده يا رجاله طلب مني كتير جدا جدا جدا. انا كنت ناوي اعمله لكم على مراحل، بس بديكم ايه، فيديو تسخين كده. فيه ازاي بقى نعود الحمام يقف على ايدينا ويقف على كتفنا ويتعود علينا وما يخافش مننا. هنشوف ده كل ده في الفيديو بتاع النهارده. طبعا جبنا العده بتاعتنا يا رجاله، اهم حاجه هي الكلفه في الموضوع ده كله، وهفهمك هنعمل ايه في الفيديو ده. فانا مش هقطع، تعالوا بقى نجيب الكام حمامه اللي هنشتغل عليهم مع بعضينا. هنفتح كده لده ولده، تمام يا رجاله؟ ايه، هتاكلوا الكلفه ولا ايه؟ تمام. وده كمان يا رجاله هنشتغل على اربع حمامات، هنشتغل على اربع حمامات فيهم واحده طبعا زي ما انتوا عارفين اللي ما نستغناش عنها. اطلع انت كده يا شيماء، تعالى. طبعا شيماء يا رجاله، بس اوعي تعمليها عليا يا شيماء. طبعا شيماء، تمام يا رجاله. الناس كلها لما شافت شيماء، وبتقف على ايدي ازاي والكلام ده كده كله اهو من غير اكل، مفيش اكل في ايدي ولا اي حاجه. عايزين الحمام بتاعنا يبقى زي شيماء كده، ويقف على ايدينا ويجي يقف على راسنا وكتفنا وياخد علينا زي شيماء كده، تمام. انا بقالي كام يوم شغال مع الثلاث حمامات اللي ورايا دول، هقول لكم هنعمل ايه. بس طبعا شيماء دي حاله فرديه يا رجاله، هي حبتني كده من النفسيه، بس نقدر نوصل لمستوى اعلى من ده كمان يا رجاله، تمام. تعالي بعد اذنك كده يا شيماء هنا. طيب اول نقطه لازم تفهمها، ان الحمام لازم طبعا يكون جعان، ان طبعا مش هيجي لك كده، لازم الحمام يكون جعان، ولازم يكون في لغه بينك وبين الحمام، بمعنى، بس يا شيماء ما تاكليش الاكل، بمعنى ان الحمام لازم يكون فيه مثلا صفاره معينه، يعني مثلا الصفاره مثلا زي كده، اي اي لغه انت عايز. انا بقى مثلا الصفاره اللي صفرتها دي اللي انا شغال بيها مع الحمام كله عامه لما باجي اكلفهم والكلام ده كده كله. بصوا اول حاجه اهو، واحد تاني اهو جه، بصوا التانيين برضك هيجوا. دي اللغه زي ما قلت لكم انا شغال مع الكريزلي دوك، وشغال مع الباكستاني ده، وشغال مع الاسترالي ده. بص شيماء جت وقفت على كتفي ازاي؟ تعال اهو يا رجاله، والاسترالي جه، تمام؟ طيب ازاي بقى نبدا الخطوه دي؟ اول حاجه هتختار فرد الحمام اللي انت عايزه، خلاص يا شيماء؟ طبعا كل حمام كله متقفل عليه، تمام، يكون الحمام كله متقفل عليه. وبعد كده بتطلع الفرد اللي انت عايزه او الفردين، بس احسن حاجه ان انت تشتغل مع فرد فرد، دي احسن حاجه. بس خلاص يا شيماء، احسن حاجه ان انت تشتغل مع فرد فرد، تمام. طيب بتعمل ايه بقى اول خطوه؟ عايزك بس تركز معايا في الفيديو ده. اول خطوه بتعملها، خلاص يا شيماء، لا اله الا الله، ثانية بس يا جدعان، انا حاسس ان الكاميرا مش شغالة. لا شغالة الحمد لله، شغالة. أول خطوة بتعملها أنت بتطلع الحمام زي كده، فرد الحمام طبعا بيكون جعان. حد يقول لي حرام إنك تجوعه، هو أنت كده كده، بص أنت الحمام بتأكله يا دوبك في اليوم نص ساعة وتقفل عليه، يعني الحمام بياكل مرة واحدة في اليوم، بتحط له الاكل نص ساعه وتاني يوم كده كده بيبقى جعان، يعني انت ما بتجوعهوش زياده عن الحد، انت بتجوعه بالطريقه اللي هي العاديه اللي هو معاد كلفته، ما بقولكش جوعه يومين وثلاثه، يعني انت بتكلف الحمام مثلا الساعه 5، تاني يوم الساعه 4:30 قبل كلفته بنص ساعه، بتطلع الحمام مثلا زي كده اهو، مش عارف بقى لو واضح معاكم، وبتجيب الكلفه في ايدك ايه، والفرد بيبقى جعان اهو بياكل اهو، تمام. الفرد زي ما احنا شايفين بيبقى جعان وبياكل، تمام، بياكل على ايدك، بتخليه ياكل شويه، بعد كده خلاص بتشيله واحده واحده، بتبعد له ايدك واحده واحده، بس يا شيماء بقى، خلاص يا شيماء، واحده واحده بتبعد له ايدك زي كده. طبعا لو شايف الكلفه في ايدك وكل منها شيماء، ايوه تعالي هنا اهو يا رجاله اهو، بصوا الفرد هيجي. يا عم مش عايزك انت، عايز اشرح للناس، تعالى هحبسك، تعالي اقف هنا، يلا تعال تعال انت، عايز هو عايز يجي، بس هما بص اهو جه يا جدعان اهو، مش سايبينه في حاله يا جدعان، تمام. اهم حاجه اللغه، اهو كده يا رجاله زي ما احنا شايفين
اسكتوا انتوا بقى. اهو رميتوا الكلفه على. تعالى يا شباب ما تزعليش، تعالى. زعلت مني يا جدعان، خلاص تعالى انت اهو. ده يا جدعان انا ابتديت الشغل معاه من امبارح، عشان كده هو ايه خايف شويه. تعالى تعالى احبسكم، تعالوا بس كده. تعالى انت قول يلا، زي ما احنا شايفين كده يا رجاله. تعالى يلا تعالى يا ابني بس، تعال انجز يا باشا. انتوا زي ما بصوا يا جدعان، انتوا شفتوا جه اول مره، هو الحوار بيبقى ماشي كده، تمام؟ بيبقى الحوار ماشي كده. تعالى تعالى انت اهو، يلا يلا انزل، تعالى كل يلا. ايوان اهو جه كده اهو يا جدعان. بصوا هو لسه خايف عشان الموضوع ايه يعني صعب عليه، دوت كده كده. بصوا واخد على المحور بس، خلاص خلاص تمام يا رجاله. تعالوا بقى ايه نشوفهم كده كلهم، نصفر لهم نشوف هيعملوا ايه، وفي ايدينا الاثنين، بايدينا الاثنين يا رجاله تمام. يلا طبعا في ايه، ما لسه بردك يا رجاله الموضوع جديد عليهم. طيب بنعمل احنا بقى ايه الموضوع ده، بنشتغل عليه فتره لغايه اما الحمام، يعني ملاش مده، لغايه اما الحمام خلاص تيجي تصفر له، بعد كده يجي على ايدك. شيماء انتوا زي ما انتوا عارفين يعني ايه ما شاء الله من اي حاجه بتيجي كده لوحديها، ودول بردك ان شاء الله هيمشوا لنفس المستوى ده. تعالي فوق يا شيماء، بقول لك فوق فوق، يلا فوق. تعالي تعالي، انت عايز ايه؟ اقف هنا، اقف مع اخواتك، ان احنا دلوقتي في حاله تدريب، في حاله تدريب. تعالى انت بقى، اقفل عليهم يعني ولا اعمل؟ المهم بس يا رجاله الفايده من الفيديو ده كله ان انت ما بقولكش جوع الحمام زياده عن اللزوم، لا الحمام ياكل عادي. اكلته مثلا الساعه 5، قبليها مثلا الساعه 4 ونص، في اي وقت انت مثلا ميعاد الكلفه بتاعه قبليه بنص ساعه بتشتغل مع الحمام كده. بس زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، فرد فرد احسن عشان الهمجيه اللي حاصله دي، بس انا حبيت بس اوريكم الموضوع ماشي ازاي. تمام يا رجاله، وده كده الفيديو بتاع النهارده. والله مش عارف بقى هو طويل ولا قصير ولا دنيته ايه، بس دي كده التدريب بتاع النهارده، واخر مره اهي. بس خلاص خلاص تمام يا رجاله. شيماء زعلت مني لما ضربتها كده. المهم يا رجاله بتمشي مع الحمام بالنظام ده لغايه اما ياكل معاك، بعد كده بتشيل الكلفه من ايدك خالص، مفيش كلفه. بنحاول بقى، انا لسه ما جربتش معاهم الطريقه دي، بس يعني كده بص. وعشان شايف شيماء على الارض، تعالي فوق تعالي فوق، بس اقف هنا اقف هنا، ما تخنقنيش بقى. بص يا جدعان مفيش كلفه في ايدي، بس كده اهو. مره مع التانية هيجي يقف على ايدك، بس في حاجه بقى لازم تعرفها وتعملها. لما يجي لك على ايدك، لما يجي لك على ايدك طبعا عشان انا ماسك دي في ايدي، بيكون حب الكلفه زي كده في ايدك، بيكونوا حب الكلفه زي كده في ايدك دي تمام. فرد الحمام انت ايدك دي ما فيهاش حاجه، بيجي لك جه ما لقاش حاجه ووقف خلاص شويه، تكافئه تكافئه بكلفه، لغايه بعد كده لما يتعود يعني كده يجي يقف على ايدك خلاص بقى، من غير مكافآت ومن غير اي حاجه. وده كده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه، وده شرح بسيط لموضوع ان الحمام ازاي ياخد عليك ويقف على ايدك، ويا رب تكون استفدت منه ويكون عجبكم الفيديو. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.